ضيفنا النهارده مميز جدا، جنب ان هو مقدم برامج بس هو فنان تقيل قوي، بيلعب مزيكا بيغني ما شاء الله عليه مش بحسده. ضيفنا النهارده احمد فهمي. احمد يا فهمي افتح ستيج، عم استناك وبعد 5 دقايق نكون على الهواء مباشره. شكله احمد فهمي مشغول شوي. حضرتك ايه وبتاع ايه؟ احمد فهمي يعني انا طبعا بعرفه من زمان وبحب ايش بقدم فنه بكل انواعه. شخص جدا موهوب وعازف رائع وممثل رائع مقدم رائع. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من النهارده. في حلقه قرب ايضا هعرفكم على مشترك جديد هو احمد فهمي. احمد فهمي يعني 22 سنه دراسه في الكونسير، عازف كمان ده شاطر جدا، مطرب شاطر جدا، ممثل محترف قوي، شخصيه قريبه لقلبك وشخصيه طيبه جدا ومتواضعه وبتتفاعل مع الناس كلها بنفس القدر، يعني ما بتعصبش لحد من المشتركين. خلال ارب ايدل يعني وخلال التجربه هاي اكتشفت انه عن جد شخص كثير دمه خفيف وكثير بيضحكني، يعني بيعمل حركات على المسرح حركات عفويه. بحب الشخص اللي عنده حركات دائما عفويه بتصرف هيك ودائما بيعمل جو حلو على المسرح حتى لو في توتر بيقيم التوتر. اليوم معنا ضيف جدا رائع الاستاذ احمد فهمي، انسان ذواق جنتل، كل شيء كل المميزات الحلوه في احمد فهمي. فمن جد كل احترام لاحمد فهمي. بدوش يفتح يا احمد يا فهمي. احمد فهمي بصراحه يعني الى حد ما يعني فاهمه، يعني هم زي ما يمكن قالوا في الريبورت ده ان انا قد ايه قريب منهم، ما فيش تحيز لحد، كلهم بحس ان هم، ويمكن كمان انت يعني انت اقرب واحده في عايشه معايا الحاله دي، فانت شايف احنا بنعامل المشاركين ازاي. عشنا معاهم لحظات كتير قوي، عشناهم ان هم لسه واقفين في وسط مجاميع بيحاولوا ياخدوا رقم لغايه لما وصلوا للمرحله دي، يعني فدي حاجه يعني. احمد انا امبارح على المسرح سالتك شو بتحب ضيفك، فطلبت شاي بحليب. فبليز تفضلوا. ثانك يو. سخين؟ خبرنا. انا صراحه ولا مره ضايق الشاي بحليب. لذيذ قوي. انا يعني الشاي يعني عندنا في مصر بيقولوا شاي بلبن يعني، بس شاي بحليب ده هو يعني مشروبي المفضل يعني، على طول لازم اشربه. بروق لك اعصابك جدا جدا يعني، دي ممكن انام وانا قاعد فوق. ليش ممكن يوترك احمد؟ انا صراحه من بعد خبرتي معك بحس ما في شيء بيوترك، بضلك هالابتسامه الحلوه وهالنفسيه الاحلى كمان احمد وهالرواق اللي عندك، شو ممكن يوترك هذا الشيء اللابتوب؟ يعني هو اللي بيوترني اكتر حاجه ان احس ان انا مش محضر لحاجه كويس. احس ان انا داخل عمل سواء بقى اي حاجه، سواء انا مثلا طالعين على المسرح عرب ايدل او داخل فيلم او مسلسل او بحضر لاغنيه او الالبوم، احس ان انا مش جاهز نفسيا ان انا اعمله دلوقتي. ده اكتر حاجه بتوترني وبياخد من وقتي وبقعد افكر كتير ان انا لازم لا اعمله كويس ولازم احضر كويس، وده ساعات يعني زي ما بيقولوا باللبناني كده بيعبقني. صح. انتبه يا احمد. احمد صراحه كتار ناطرين نتيجه المسابقه اللي انت اطلقتها، وانت اكيد سالت الجمهور شو اكثر غنيه غنيتها بعرب ايدل، فالجواب عندك تفضل. مش اخد بق شاي بلبن علشان ايه يعني فاهم. طيب اذا في حدا يجي ياخد الكبايه، ممكن حد ياخد شاي بلبن علشان عامل معروف. اوكي لكن مين الربحان؟ ورجع ذكر بجواب المسابقه لان الجواب عندك. اوكي بصي، هو في ناس كتير باعتين بس انا ايه هختار كده 2 عشوائي. شو الاسم؟ ده اسمه مبين عندي انا على التابلت، اسمه شروق. الف مبروك لإلي. بالظبط انت ربحت الجائزه. احمد خبرنا شو هي الجائزه. الجائزه يا شروق ان احنا يعني قعدت افكر كتير الصراحه يعني، فما هل اديكي حاجه مثلا انا بحبها هل كده، بس لقيت ان احسن حاجه يعني لو هي طبعا اوكي يعني نتغدى مع بعض. غدا؟ نتغدى مع بعض. انا فكرتك بدك تعزمها على استوديو عرب ايدل. لا الاحسن يعني لو هي عايز تيجي طبعا طبعا، بس انا بقول لك هو بيعزمك على الغدا على السهره. شوفي احمد فهمي مباشره بس على عرب ايدل. هستناك يا شروق. احمد اسم الغنيه حلوه بلدي.
حلوة يا بلدي. فينا نسمع سوا؟ طبعا. اه وكلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. احمد، قبل ما ننتقل للتويت، حابة اعرف قد ايه بتحب مصر وقد ايه بتحب الاهل المصري؟ طبعا بعشق مصر، يعني مفيش حد طبعا من اي بلد ما بيحبش بلده يعني، بس يعني مش عايز اقول ان انا عنصري، بس انا بحب مصر جدا، بحب جدا جدا مصر. مش من الاشخاص اللي صعب ان هو يخرج بره مصر او ان هو يتاقلم مع العيشه بره مصر، يعني انا بحب مصر وهفضل عايش فيها ويعني مدى الحياه. بالنسبه بقى للاهلي المصري، يعني الاهلي في دمي، يعني انا بحب الكوره جدا جدا جدا، والاهلي يعني في قلبي وفي دمي وبعشقه وعشق، يعني مفيش ماتش الاهلي بفوته، حتى لو انا عندي شغل او عندي حاجه دايما معايا بعرف النتيجه وبتابع الماتشات. ايه اكيد، وانا شاهد على الموضوع. احمد كمان، لانه فعلا في كتير اسئله، بس حبي كمان اعرف شو رايك، شو الكلمه اللي توجهها لمحمد حسن بما انه شاب مصري وقدر ياخد البطاقه الذهبيه. عايز اقول لمحمد حسن مبروك ان انت قدرت تحصل على البطاقه الذهبيه، وبجد تستحقها. وانا يعني بجد عايز اقول لكل الجمهور المصري والعربي اللي بيحب صوت محمد حسن، بس تحديدا المصري، لان محمد مصري، لازم تدعموا المشاركين المصريين، ولازم تصوتوا لهم، ولازم تبقوا في ظهرهم، سواء محمد او ايناس او محمد رشاد، ولازم اي مشترك من اي دوله عربيه جمهور بلده يصوت له. ده بالاضافه ان جمهور الدول العربيه كلها يدعم الموهبه اللي هو حاسس ان هي لازم تستحق انها توصل للنهائيات. بس عارف احمد، هلا صار في علامه استفهام، لانه بالبروجرام صار في عنا محمد وعنا ايناس ثانيته من مصر، والبطاقة الذهبية بطل فيها اللجنة تستعين فيها، يعني هون صارت الخطورة اكبر. بالظبط، 100%. ما عشان كده انا بقول لازم الجمهور يصوت، لان دلوقتي القرار بقى في ايده هو، بس ما بقاش فيه اي وسائل مساعدة من اي نوع، يعني يمكن احنا قلنا الكلام ده على المسرح كمان. احمد، خلينا نبدا مباشرة بالتويت اللي اجوا عبر هاشتاج فهمي، اسأل فهمي. تفضل. أدهم بيقول لو في أغنية دويتو مع أحد المشتركين تتمنى يكون مع مين من الشباب؟ من الشباب أحب أن أنا أغني مع رشاد، محمد رشاد، يعني أحب أعمل مع ديو، حاسس أن هو عنده صوت مختلف عن خامة الصوت اللي أنا بغني بيها يعني، وشايف أن احنا ممكن نعمل ديو كويس. نجح. عم تعتبر اختيارات محمد رشاد ومحمد حسن 100% صحيحين اختياراتهم بقدر 100%؟ 100%، مع يمكن انا رايي الشخصي اختلافي مع محمد رشاد امبارح ان هو غنى اغنيه ايا ليل، يعني كان ممكن يختار اختيار ثاني يعني. نعم. يوم ما جالي فرصه ان اسالك، نسيت كل الاسئله، بس لازم نعرف ان تعرف ان وراك جمهور قوي يشجعك طول عمره. ثانك يو. مهيمن وسام، هلو احمد، اي ونت تيل يو that you did a great job with Muhammad Hassan last week and I want to know what was the music's name. هو بيسأل ايه المزيكا اللي انا عزفتها مع محمد حسن. المزيكا دي اغنية للراحل عبد الحليم حافظ، اغنية جبار من فيلم معبود الجماهير، يعني ممكن يشوف الفيلم وممكن يتفرج على الاغنية. محمد بيقول احمد فهمي فنان مقدم مغني وممثل روعه محلي برنامج ضحكتك. ثانك يو. مفيش سؤال. مصطفى حكيم، اغنية لصديق كان نفسك تغنيها، أغنية لصديق كان نفسي يعني حد من صحابي الفنانين. نعم. يونس بتاعت محمد منير، يعني كينج محمد منير، يعني كنت أتمنى حفظة أن أنا أغنيها. طبعا فينا نسمع مقطع. جاي من بلاد البعيدة لا زد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي، وانت بقولي بحبك، تحبي ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس.
حلو كتير كابينا. يعني فعلا بتعرف انت شخص مبدع وفنان حقيقي لانك شامل كمان. يعني احمد فهمي انت عازف وفنان وعندك موهبة التمثيل، وعلما انه كتير من الفنانين بيعتلوا هم يغنوا بلا اوركسترا، فانت بكل جرأة وبكل معنويات وبكل طيبة قلب عم بتقدم هالاغاني الحلوة لكل المشاهدين اللي عم بتبعونا بأرب ايدل بلاس. احمد فهمي، شو في شيء بعد ما عملته بحياتك؟ عزف وعزفت، تمثيل ومثلت، غنى وغنيت، شو ممكن بعد؟ بس والله يعني انا جيزه وتجوزت كل المعجبين والمعجبات خاصه. عايز اوجه لمراتي تحيه دلوقتي عشان ممكن تتفرج علينا دلوقتي اكيد، وحسن وعمر كمان. بصي يعني انا طموحي ان انا كل حاجه من اللي انا بعملها دي اوصل فيها لمرحله اكبر من كده، لان الفن ملوش حدود. يعني الواحد ممكن يوصل لمرحله معينه بس احس ان هو لا، لازم يفضل اكتر واكتر. نعم. لانه في طلب. الحاجه اللي انا نفسي اعملها ان انا اشتغل مع بعض المخرجين المهمين سواء في السينما، يعني زي الاستاذ شريف عرفه، الاستاذ طارق العريان، في مخرجين اتمنى ان انا اشتغل معاهم. بس يعني طموحاتي الفنيه ان شاء الله. يا احمد انت شخص بتستاهل كل الخير، وفعلا يلي ما بيعرفك كثير بيجهلك لانه شخص على قد ما انت صادق على قد ما انت حنون وذكي ومبدع كمان. احمد فهمي، انا بالنسبه لي هيدي الشهاده انك تكون ضيفنا، وعززت من قوه البرنامج اكثر واكثر، ومسرح ارب ايدل ناطرك كمقدم وانا ناطرتك، وايضا رح ناطرك كفنان لانه هيدا الفن منه موجود عند حيلا انسان. شكرا لك احمد فهمي. الكاميرا امامك، تفضل قول كلمه انت وعم خدرنا. اوكي طيب، انا بس قبل ما اغادركم بس انا عايز اقول طبعا انا مبسوط ان انا كنت معانا النهارده جدا جدا جدا. ويعني انا متعود ان احنا بنتكلم عادي، احمد اخبارك ايه، هنعمل ايه، فاول مره احس ان احمد كده فاهم. باي احمد. باي باي. هي كاميرتك احمد، وجه كلمه والمعروف. عايز اقول ثانك يو على المقابله الحلوه دي، بجد اتبسطت ان انا كنت ضيف انابيلا النهارده، ولازم تتابعوها كل يوم سبت، لان بجد يعني بتشوفوا جانب مختلف من الفنان، بتشوفوا تفاعل الجمهور مع الفنان سواء على السوشيال ميديا او يعني بتشوفوا الفنان بشكل مختلف. وثانك يو على المقابله الحلوه دي، وشوفوا في فريق عمل قوي جدا ورا الكاميرا، لازم كلهم نوجه لهم تحيه. ثانك يو. لكن احمد فهمي كان ضيفنا لليله، انتظرونا بعد هالريبورت مع محمد رشاد. أكتر لحظة بتمنى يوقف عندها الزمن بأرب ايدل وقت اللي كنا 26 مشترك، كنا مع بعض بدبي، حتى وقت جينا لهون وكنا 26 كان في جو ألفة أكتر. أكتر لحظة ما كنتش عايزة تخلص أبدا وكانت أجمل لحظة في حياتي في أرب ايدل، وقت ما كنا 26 واحد وتم إعلان أسامينا ونحنا ظهرنا للنور. لما اللجنة كلها قالت لي تحيا مصر، حسيت ان انا مش شايل حلم ليا انا بس، شايل حلم بلد. طبعا احلى لحظه بالبرنامج انه طبعا اخذت كومنتات حلوه من اللجنه، بس الكومنت الحلو اللي اخذته من الملكه احلام قالت لي انت مدرسه من الفن. لما دخلت غنيت قدام اللجنه اول كاستنج واخذت كومنتات جدا حلوه، واللحظه احلى لحظه ثانيه كانت لي لما غنيت اول حلقه لايف، اخذت كومنتات حلوه من الكومنتات اللي مساها يا وحش. احلى لحظه بأرب ايدل كانت لما قدرت اوقف قدام لجنه الحكم بمرحله التجارب الاداء، ووافقوا علي اللجنه اكمل المشوار بأرب ايدل. كانت بالنسبه لي بدايه تحقيق حلم كان بعيد جدا علي وقدرت ابلش فيه وبلشت احققه. كانت لما سمعت كومنت من حبيبة قلبي
وروح قلبي نانسي عجرم وهي بتقول بص شوف رشاد بيعمل ايه. دي كانت امتع لحظه ليا في عرب ايدل. لما الملكه احلام احتضنتني صراحه انا تعبت كثير. لو وصلت للبرنامج ولو وصلت لوين مكاني اليوم وحسيت موال ابكي واصيح من الالم بحكي عني طبعا لانه مرقت بظروف صعبه قبل ما اجي لهون. احلى لحظات عشتها في عرب ايدل في حلقه النتائج لما اتاهل، وان شاء الله في كل حلقه بتمر بكون متاهل باذن الله. واشكر كل من صوت لي في كل محمد رشاد ومنال. اهلا وسهلا فيكم، كيف المعنويات؟ الحمد لله يعني فوق 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 السحاب الحمد لله يا رب. منال، قد ايه بتعتبر الجمهور هلا تاثر باراء اللجنه؟ الى يعني الى حد ما الجمهور عاده بتاثر في راي اللجنه، بس مرات يعني احنا بنتوقع انه حدا من بعد ما اللجنه اعطته راي ايجابي ما يكون في الخطر او العكس صحيح. صح. يعني مرات هيك مرات هيك. منال، ليلي والدتك وعائلتي كانوا موجودين معك، قد ايه هذا الشيء اعطيكي مسؤوليه وخوف انه تطلع النتيجه مش لصالحك؟ بصراحة كنت مبسوطة كثير أول وأنا على المسرح عم باخد النتيجة، بالآخر شفت أمي طلعت بالأول ما استوعبت. أنا كنت شايفتها قبل وحكي معه والله تخبى عني. أنه أنا طلعت هيك أنه أمي ولا مش أمي يعني. وصلوا لأنه كمان متأخرين كمان على المسرح. أنه وصلوا متأخرين وأنا ما توقعت، بس طلعت شفت أمي عم تبكي خفت، بس بعرفش ارتحت شوي قلت يعني حتى لو ضليت او ما ضليتش خلص المهم شفت امي لانه اشتقت لهم كثير صراحه. اكيد وهن كمان ولو ما هيك ما كانوا تعذبوا واجوا على لبنان. محمد رشاد، شو بتقول له لزميلك محمد حسن الليله؟ قد ايه هيدا الشيء افرحك وبالوقت ذاته عدت لك هم الاسبوع اللي جاي؟ الاسبوع اللي جاي كان المفروض بشارك واحد يغدرنا. ايوه بس يعني بتعرف شو، ما بدي اسمع جواب كلاسيكي، بدي تختار الله بدي تختار له غنيه تتقله اياها لمحمد. نختار له حاجه نقولها انا وانتي محمد. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. منال شكرا لك يا محمد رشاد. محمد غنى لزميله محمد لانه عم بحكي زميله لاتنيتكم من مصر. منال شو بتوجه اي اغنيه للمشتركين؟ للمشتركين؟ نعم بتعطيهم معنويات اكثر. للمشتركين صراحة فيش أغنية كثير يعني كثير ببالي، بس أنا يعني صحيح إحنا مشتركين بس كثير قراب من بعض. صح، كرمل هيك عن الصداقة عن الحب عن الغرام شو بيخطر على بالي عن المعنويات؟ غراميات حب أخوي حب أخوي مثلا. ذكرني أغنية اللي غنيتيها لست أحلام امبارح، هذا هيدي بتعطي نويلك علانية. إيه بتعطي لأنه معنويات عالية للمشتركين. نويلك علانية معلومات. غني أي شيء لأم كلثوم. يلا. أنا كثير حابة أغني لأم كلثوم. أها. يلا بركي الأسبوع اللي جاي. إن شاء الله يا رب. أنا وحبيبي يا نيل، أنا وحبيبي يا نيل غايبين عن الودان، يطلع
حاله كثير حاله كثير. منال اخر سؤال لليلى هلا، اول شغله شو بدك تعمليها لما تظهري من هون؟ اول شغله صراحه انا مش متعوده على تصريحات الشد، حس راسي عم بوجع مروحة حمام. بس على كل الأحوال كانوا كثير حلوين الليلة فعلا، أبرزوا جمالك ولون عيونك. بهنيكي كمان الليلة على إطلالتك طالعة مثل البرد. ميرسي، حبيت الفستان مع إنه لونه جريء كثير. بس لا لا بس أنتِ مثل البرد عليكي متألقة في صح مثل العالم. ثانك يو سو ماتش. محمد رشاد شو آخر كلمة بتوجهها لجمهور حتى يصوتوا لك أكثر؟ هو في بس يعني اتمنى من كل الجمهور اللي بيتابع عرب ايدل وبيتابعني ويحبني ان هو يدعي بالشفاء للطفله السعوديه ساره ابراهيم، مصابه بمرض السرطان. هي من اكتر الناس اللي دايما بيوصلني رسائلها دعم وتشجيع ليا، فانا بس اتمنى ان انا ارد لها اقل حاجه من اللي هي بتحاول تعمله معايا، بان الناس كلها تدعي لها ان ربنا يشفيها يا رب، وعلاجها الكيماوي والحاجات اللي هي بتاخدها تجيب نتيجه ان شاء الله، ونفرح ببسمتها ويشفي كل المرضى ويشفي الناس كلها، وكلنا اخوات وكلنا عرب والحب يدوم ما بيننا كلنا يا رب. بس اكيد الله يكون مع كل مريض ويشفي كل العالم يا رب. ومن اسره عرب ايدل اكيد بنضم صوتنا لصوت محمد رشاد، وطبعا لكل المشتركين لان كلهم عندنا نفس الهدف كوننا نحن العرب، بنفكر بنفس الطريقه، همنا الاول والاخير الامان والصحه. لهون بنوصل لختام سهرتنا. بدي اذكركم facebook.com/arabidol فيكم تضلكم عم ترسلوا لنا كل اسئلتكم، وعبر تويتر @arabidol وعلى الانستغرام @arabidolinsta. وبذكركم انه فيكم تتابعوا البرنامج وكل الكواليس عبر mbc.net/arabidol. لهون بتنتهي حلقتنا، لكن قبل الختام في عنا ريبورت خلينا نشوفه، وانا بقلكم باي، تصبحوا على الف خير. ها كنت اطبخ لما كنت بالعمل بالشغل. لحم كرز عباره عن كرز خفيف، بيجي حامض هو مش حلو. بقطعه لحم عادي، حبتين بندوره رقبه ولا من الفخده ولا حبتين بصل، هذا بينعصر دقيق دقيق ناعم كثير، حبتين بندوره يجلسوا يخلطوا فيها كذا، حبتين بصل بطاطا وحط معه سكر وهيك، حبتين بندوره لحد ما تستوي، حبتين بصل وبعدين بصير في لحمه ومي اسمها شكشوكة بتخرطن منيح منيح. من مد الصينية خبز مقطع، الملوخية المصري تسكر عليهن تأتيهن على نار هادي يعني يستوى. طيب أكلة 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 محترمة. ورق الملوخية طبعا بغسله كويس جدا وبقطفه بنظفه وبروح حطها على الشمس شوية لحد ما ينشف، وبعد كده بجيبها وبخرطها لحد ما تبقى ناعمة، وبجيبها بقى بحطها على الشوربة لحد ما تغلي شوية، وأول ما تبدأ تغلي بكون أنا مجهزة لها التقلية بتاعتها، كزبرة وتوم وشطة طبعا وملح وفلفل بهارات وكده، ومع معلقة سمنة كده بقى حتة وروح على الملوخية تطلع الريحة بتاعت الملوخية. هي دي الملوخية المصرية. على علاقتي مع المطبخ سطحية. حبتين بندورة، حبتين بصل.